C'est sur celle-là. Alors, donc, salam alaykoum, c'est Afim le deuxième. مرحبا بك هنا في بروكسل. بارك الله فيك. شكون تابع معكم في الوفد اليوم؟ الوفد المغربي جاء كيترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار. وحنا جينا مع قناة ثانية باش نعمل على تغطية أشغال هذه القمة. متابعتها من خلال مجموعة من الروبورتاجات وكذلك من النقل المباشر في الأخبار حتى نعطي صورة عن ما يقع وما يجري في هذه القمة، خاصة وأنها كانت تنعقد في واحد الظرفية اللي متميزة جدا، الكل كيطلع لواحد الشراكة بين دول القارتين. هل كاين نقولوا حدث مهم مع الوفد مع بلجيكا او مع بلد اخر من اوروبا؟ لقاء هل كان في البرنامج؟ لا، فقط ما هو رسمي يعني اشغال القمه وكلمه المغرب في القمه اللي غادي تكون بعد ساعه تقريبا. شكرا جزيلا وتحياتي للزملاء ولمتفرجين تاع دوزيام. بارك الله فيك. شكرا لكم دوري. شكرا. اوكي دونك جو